يعني ما كانش ليها، لو هو بيتحدث مع ياسر لسه. في كل الأحوال إذا أمنتم كما أؤمن أن من رحل ونحتسب شهيدا عن الباط لكي لا يروها مذبح. كانت ال 48 يوم شغالين من نار تهيئة للمذبح، هكذا نحن على يقين. ولما الناس 48 يوم لم يفلح في ان هو يخرج باي حاجة عنيفة من المعتصمين، بعد زي ما سامحهم قالوهم يا جماعة الموضوع بسيط، الموضوع طاخ اي جنة. هذه الليلة كانت مذبحة المنصر، مكانه هو من الشهداء بفضل الله. في يوم رابعة رأينا الشباب يقف صامدا بصدر عار من الأسلحة إلا يقينه بنصر الله عز وجل. لم ننسى أشلاء الشهداء وصرخات الأطفال. 5 سنوات لم ينسى العالم، حتى وإن أراد أن يظهر لبعض الوقت غافلا لم ينسى الرصاص المصوب جوا وبرا ممن كنا نظنهم حماتنا. 5 سنوات والقتلة يسرحون ويمرحون بلا محاكمة، بل إن الأدهى أن من وقعت عليهم الجناية هم من يحاكمون وتنهال عليهم أحكام الإعدام والمؤبد، وهي حكمة ربانية قد لا ندركها الآن، ولكن بالتأكيد سندركها. فنحن لسنا مطالبين بأن ندرك حكمة الخالق في كل شيء، والتي قد تتبدى أحيانا وتخفى أحيانا أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الرحمن فتحي محمد خليل. إحنا كنا حضرنا في رابعة في وقت الاعتصام من أوله دفاعا عن الشرعية وإسقاطا للانقلاب العسكري الذي قام ضد الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي. احنا بعد 5 سنين من المجزرة لازلنا صامدين ثابتين، بنوجه نداءنا لكل الشباب في كل الأماكن ان هم وقود هذه الثورة وهم أمل هذه الأمة، رغم القتل وأحكام الإعدام والتصفية خارج نطاق القانون والمعتقلات سيئة السمعة، إلا أن الشباب ضرب أروع الأمثلة في أن هو يظل ثابت على مبدأه وصامد رغم التعذيب الممنهج ضده، رغم الغلاء وارتفاع الأسعار. أهالي الشهداء وأهالي المعتقلين لا زالوا صامدين وثابتين، وده وإن دل فيدل على أن الشعب تبدأ يقظته من يقظة الشباب ومن وعي الشباب. بعد 5 سنين الشباب هيعود مرة أخرى، هيعود ينهض بالأمة، هيعود يقيم المجد ويعني يسقط الانقلاب ويسقط الحكم العسكري الذي دمر البلاد على مدى السنين 60 الماضية، ويبدأ عهد جديد من النهضة والحرية والعدالة داخل مصر. شكرا. Merhaba, benim adım Aliya. 16 yaşındayım. 2 yıldır ben Türkiye'deyim. Türkiye'ye 2 yıl önce geldim. Rabia'dayken 12 ya da 13 yaşındaydım. Her zaman orada kalırdım yani ailemle. Ben o zaman orada değildim yani, televizyonda izledim. Meydana çıktım ama bizi vururken ben orada değildim. Yani evdeydim o zaman. Annem beni eve gönderdi. O yüzden orada kalmadım ama izledim. Babam ve 2 tane abim vardı. Orada kalmışlardı. Onlar bana diyorlardı ki oradayken camide oturuyorlardı, saklanıyorlardı, çıkamıyorlardı. Hatta giremiyorlardı. Sabah başlarken giremiyorlardı. Benim bir abim şehit oldu ama o zaman değildi. 6 Ekim'de. 6 Ekim'de 2013'te şehit oldu. Ben orada değildim ama abim bana anlatıyordu.
Abim ilk sıradaydı. İlk o yani ilk o vuruldu yani. Abim ikinci abim yani onu taşıdı, hastaneye götürdü. Tabii yetişemedi. Saat 12'de kaybettik abimi. Benim haberim yoktu yani sadece abim vurulduğunu haberim vardı. Sabah annem gitti. Ondan sonra öyle öğrendik yani şehit olduğunu.